شو قررتي قولي؟ ملك اسمعيني، هذا الوضع أنا بتفهمه أكثر منك صدقيني، بس أنا مو من حقي إنهي حياة طفل بريء أبداً، ما فيني اتدخل بهيك قصة شو ما صار. فهمت، معناتها أنت موافقة زهرة تجيبوا لها الولد. خلص ملك روقي شوي. الإجهاض شو ما كان السبب يكون فهو جريمة، إذا الطفل والأم حياتهم مانا معرضة للخطر، يعني إذا ما في خطر طبي بالموضوع ما بيصير نعمل هيك. زينب، اليوم طفلي بعمر زهرة توفت، بس لأنه ولدت وهي صغيرة سلمت روحها بين إيديكي. بدك زهرة كمان تموت؟ وقت بتاخدي قرار الإجهاض ما رح تكوني بتفرقي عن هديك العائلة يلي جوزت زهرة بالغصب، وعقليتك مثل عقليتها، لأنك عم تقرري مصير طفل لسه ما إجا على هالدنيا. ملك، أنت عم تتدخلي وتقرري إذا لازم يعيش حياته. هو روح يا ملك، وإلى الحق تعيش مثلنا كلياتنا. طيب، أنا رح أرجع وعاين زهرة، وإذا بيطلع جسمه ما بيتحمل الولادة، لو شو ما كان يكون بعمل لها العملية. كيف يعني رح تعاينيها؟ ما رح يسمحوا لها تطلع من القصر. لازم نجيب زهرة بأي شكل على المشفى، وبعد ما نخلص لها الفحوصات المفروض نعمل العملية بسرعة إذا في خطر. طيب، أنا في عندي سؤال، زهرة رح تعرف إنه رح تعمل إجهاض؟ لا لا، اصحكن تجيبوا سيرة قدام زهرة، جسمها ونفسيتها يمكن ما يتحملوا هيك صدمة. شكرا. لا تخافي زهرة، أنا ما رح أأذيكي أبدا. أنا بوعدك وعد إنه الليلة هون رح نام. صار لك شيء؟ أنا منيحة. تعالي تعالي ارتاحي هون شوي، ارتاحي. روحي، هي أنا زهرة. ليش أنت نايمة على الأرض هيك؟ الكل ناموا هلأ، يلا خلينا نتصل بأمك لتطمن عليكي. يلا بنتي تعي، يلا تعي. على مهلك، يلا أمشي بنتي. Thank you.
وقت خبرتني زهرة شو صار بينه وبين علي. قلت لحالي ما رح يكون في أبشع من هيك. كنت غلطانة. ما عم بقدر صدق. لساتها طفلة. كيف تجيب ولد؟ وكيف رح تتحمل الولادة؟ تليفون من القصر بس ما يكون صاير شي لزهرة. ألو زهرة بنتي كيفك يا عمري انتي؟ ماني منيحة أمي، معدتي لهلأ عم توجعني. ريحي حالك بروح الوجع ولا تتعبي حالك بالشغل. نامي منيح يا روحي، انتبهي على أكلك وشربك بتتحسني دغري. ايه يا أمي صايرة كمان عم دوخ، ما عم أقدر فوت على المطبخ، الروايح عم تلعي لي نفسي كتير. ايه ماما انت اعملي يلي قلت لك اياه، ما بيضل فيك شي، بكره بتتحسني. ماشي يا روح قلبي انت. زهرة سكري هالتليفون بنتي، يلا اجا عدنان قوام. امي انا هلا لازم سكر وفوت على اوضتي. تعي فوتي يلا بسرعه، فوتي بسرعه لجوا فوتي. ما عارفة أنا شي منو ولا شي. يا أبو عيون وسع حطيت بقلبي وجع، يا أبو عيون وسع الأسمار اللون بلا ما تشوفك لورين خانم هيك. وطي صوتك. عزت قبل ما يوصل خبر حمل زهرة لحدا، ما عنا حل غير انه نخلص من هالولد فورا. تمام. يا الأسمر اللون يا الأسمراني تعباني يا قلب خيو هواك ماني. ابني عدنان بعرف مالك خاطر بهالبنت، لا تعمل هيك بحالك. إذا قلت ما بدي أتزوج ليلى مين بيقدر يمنعك ابني؟ لك اتركيني. أنا ما بيهمني غير شوفك مرتاح ابني. شو هلا تذكرتيني ابنك؟ اه قولي ليش ساكته؟ شو صاير؟ جنيتي انت وياه؟ بركي حدا سمعكن، صواتكن وصلاني لبرا. نقلعي من هون. ابني ليش هيك عم تعمل؟ امو مستاهلة. لك لا تضل كل وحدة تقلي ابني. ماني لا ابنك ولا ابنه.
نلعو انتو التنتين. اتركوني لحالي. يلا ملك. كل الوقت عم فكر بموضوعكن، لقيت الطريقة لحتى نحل هالموضوع اليوم. وشو هو الحل؟ شو قصة عدنان لهلأ ما فاق؟ لأنه مبارح رجع متأخر كتير، مثل ما بتعرفي كل الشغل على كتافه هالمسكين، المحل والورشة هو اللي داير باله عليهم. ما قالك إمتى رح يجيب ليلى لعنا؟ ولا في بنت تانية بحياة عدنان بس هو ما بده يقول؟ شو هالحكي؟ أي بنت هي؟ اللي اخترتيها أنت عدنان جاهز يكتب كتابه عليها. شو رأيك عدنان آغا؟ اليوم رح نروح ونحكي مع ليلى ونطلب لك ياها للبنت. أنا برأيي أنه نستعجل. على مهلك، صار لك شيء؟ تعال ارتاحي هون شوي. روحوا ستي. إذا أنتوا هيك شايفين أنا موافق. يلا بخاطركم. الله معك ابني. نحن رح نستناك. طيب زينب، لو سمحتي حلي القصة. إن شاء الله ملك، بس ادعولي. الحوض لازم يتنظف وما يبقى ورق يابس. اتصلت بليلى، قلت لها بدنا نجي. قال أهلا وسهلا، اليوم إجازتي وما عندي شيء. إيه منيح، وبلا ما نروح فاضيين، جهزي كم هدية لناخدها. لورين خانم، الدكتورة زينب من المستشفى برا، بدها تشوف حضرتك. ايه الا تتفضل. خير ان شاء الله. نهاركم سعيد. عم ازعجكم لا تاخذوني. ولو بنتي. تفضلي عادي. شكرا. زهرة حبيبتي،
ممكن تتركينا لحالنا شوي؟ هدول صور الأشعة والإيكو تبع زهرة. بعد ما شفنا التقرير اكتشفنا انه في عنده ورم فوق الرحم. زهرة لازم تجي على المستشفى وتعمل عملية ونستأصل فورا الورم الموجود. زهرة؟ مو هاي هي الدكتورة زينب؟ ليش اجت يا ترى؟ ما بعرف، ما بدها يعني اسمع الشي اللي رح تحكي. ليش لهلا لا اجيتي وحكيتي بالقصة؟ طالما هيك وضع للبنت، ليش ما قلتوا من امبارح؟ لأنه ما كنا شايفين التقرير. اسمعوا، إذا زهرة ما عملت هالعملية ممكن بالمستقبل يصير عندها عقم. رقم تليفوني مكتوب هون، بانتظار خبر منكم ورح جهز غرفة العمليات. أنا بستأذن من حضرتك، بخاطركم. شكراً بنتي. شو مش الحال ما هيك؟ رح يجيبوا زهرة على المشفى زينب؟ ما بعرف ملك، مجبورين نستنى. يعطيك العافية يا ربي يقويك. شو بدك؟ أغا، في مجال تسمح لي علق صورتي مشان الانتخابات على بلور المحل عندكن؟ حلوة ما؟ رشيد، هالفترة عم تحوم حوالي مثل الثعلب، خد صورتك وانقلع. يا أغا، اهدى، أنت قلت لي إنه رح توقف جنبي بالانتخابات، بس ما قلت لي شو بدك تعمل، خلينا نقعد ونحكي، شو بدنا نعمل؟ كيف رح نشتغل؟ إيه أغا، فاطمة خانم كيفها منيحة؟ كرمال الله لا تفهمني غلط، بلا ما يشوفني حدا تركني. أغا اسمع، أنا بدي منك تحكي كلمتين وبس، تقول للكل إنك عم تدعمني وما رح تتدخل بالباقي، أصلاً بهالفترة أنا رح كون مشغول بالحملة تبعي، ما رح تشوفني بالمرة، كلمتين. يا جماعة، سليمان أفندي، محمود، تعالوا. تعا تعا عم جلال، تعا شوي. تعا 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 يلا يلا. مثل ما بتعرفوا انتخابات البلدية قربت، أصواتنا نحن عشيرة كيرمان. رح تروح كلياتها لنسيبنا وحبيبنا رشيد لتكونوا بالصورة. يسلموا أغا، ما يحرمنا منك يا جماعة. مبروك علينا كلنا. مبروك رشيد. شكراً شكراً شكراً. عراسي عراسي، بكفي بكفي. شكراً. طول بالك طول بالك، وين هيك طول بالك. وقفوا يا جماعة، خلاص اليوم الشاي على حسابي، عيشوا بهالنعم. صحتين وهنا. تفضلوا تفضلوا يا جماعة، تفضلوا عدوا. خلاص خلاص هيك بكفي بكفي، كتر خيرك.
أنا ما عاد أقدر أستنى أكثر من هيك، بدي روح على القصر. لك يا ملك وقفي، روقي شوي، ما في بإيدنا غير هاي الفرصة، لازم نستغلها كتير منيح، ولازم نستنى لحتى يتصلوا. طيب بركي ما صدقوا لزينب وأخذوا زهرة على دكتورة تانية ما منعرفها، وقتها رح يعرفوا إنه زهرة حامل. نحن لازم نعمل شي ونضمن إنهم ياخدوا لزهرة على المشفى لعند زينب. خطرت لك نفس الفكرة ما هيك؟ القصر اليوم هادي كتير، خير صاير شي؟ ليلى خانم الممرضة اللي كانت تجي لعنا راحوا يزوروها ويطلبوا إيدها لعدنان، وإذا صار نصيب رح يزوجوا إياها عن قريب. إيه، وإنتي ليش ما رحتي؟ وأنا شو دخلني زمرد خانم؟ طيب ما بدك تشوفيها لكنتك إذا كانت بتليق بابنك؟ صحة وهنا زمرد خانم. ألو، مين معي؟ خالي فاطمة، أنا لازم شوفك ضروري كتير. كل البيت عم يلمع، مرتبة ونظيفة ما شاء الله عليها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حبيت دوقكن ورق العنب بالزيت، بتمنى إنه يعجبكن. فيكي تاكلي منهم قد ما بدك، ما بيضايق بالمرة. عذبتي حالك يا بنتي. ولو يا خانم، جيتكن غالية، فرحتوني كتير بزيارتكن. كنت محتارة شو بدي أعمل اليوم، وما عندي رفقات لحتى أتسلى معهم. عم بيقولوا كنتنا الصغيرة في برحمة ورم مو منيح. الدكتورة زينب مرقت اليوم على القصر وقال إذا ما عملت العملية ممكن يصير عندها عقم، هالحكي صحيح؟ ايه، الأفضل إنه يستأصلوا الورم، وزهرة لازم تعمل العملية بأسرع وقت، أصلاً العملية كتير بسيطة ما بتاخد وقت طويل. أهلين خالتي فاطمة. أهلين فيكي بنتي. خير؟ ليش متلبكين؟ نحن بدنا نطلب منك طلب صغير، وما فيني أقول هالحكي لحدا غيرك بنوب. شوفي، وشو هو هالطلب؟ خالي فاطمة، زهرة حامل. انت شو عم تعمل عندك؟ خالتي فاطمة! لك افتح الباب، ساعدوني! لك تعال افتح لي الباب!
حلو افتح الباب يا علي يا ربي ساعدوني هاتي فاطمة ليك عم اقول لك افتح الباب افتح الباب علي ليك ساعدوني علي اغا انت منيح مين عم يصرخ علي اغا علي اغا لمين هدول شو غبي علي اغا روق شوي علي اغا اهدى اهدى بعد اهدى علي اغا روق شوي شو عم يصير برا علي اغا اذا بتريد اهدى شوي يا علي اغا تركني بقى تركني علي خلاص علي تركني علي 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 شو عملت؟ ولك شو عملت انت؟ ايه فاروق؟ الحقني يا اغا عمود علي طعني بسكين وهرب لحقني يا اغا لحقني لا تموت لا تموت لا تموت دخيلك لا تموت ليلى بنتي سبب زيارتنا إليك بصراحة شغلة فيها خير إلنا كلنا بتعرفي عدنان هلأ صار آغا عائلتنا وصار الوقت إنه يتجوز ويصير عنده أولاد لتكبر عائلتنا وتستمر شفنا تصرفاتك وعجبتنا أنت بنتي مرباية أخلاقك عالية وبتلاقي تكوني بعيلتنا خجلتيني يعني إذا بتلاقيه أنه مناسب إليك عادي أنت وعدنان اليوم المساء مع بعضكم وأحكوا تقربوا من بعض لحتى تاخدي قرارك شو قلتي؟ طبعاً هيك قصص بترجع للإسم والنصيب مانك مجبورة توافقي فوراً ممكن إنكم تتفقوا وممكن ما يمشي الحال شرف كبير بالنسبة إلي إني صير كنة عائلتكم يا خانم الوقت اللي بلاقي عدنان أغا مناسب أنا بروح بشوفه مرت عمي شو اللي صار؟ علي وينه؟ العمى علي قتله علي علي صار قتل مجرم يا عدنان ألو رستم طلب الشرطة فورا دخل حرامي على القصر وقتل حدا من رجالنا يلا شافوا حدا تاني؟ في حدا تاني بالقصر؟ زهرة زهرة قاعدة جوا انت استنيني هون زهرة انا هون حدا يفتح لي الباب شو
شو عم تعملي هون يا بنت؟ علي كان عم يدور على شي بالأوضة، ولما شافني فتحت الباب قفلوا علي وطلع. كان في صوت عياد برا، شو يلي صاير؟ ما في شي مهم، هذا علي. مين بيتجرأ بعز النهار انه يفوت على القصر بهي السهولة؟ اكيد صار له فترة عم يراقب القصر. الواطي حتى غرفتي فايت عليها. بس يا جماعة، الذهبات شو عرفوا للحرامي انه محطوطين عند مرت عمي بالغرفة؟ شيلونا من هالقصة، صار اللي صار، سكروا على الموضوع. بكرة من الصبح بتروح بتزور عائلة فاروق، فهمت علي؟ ولاده تيتموا كرمال يحمي قصرنا من الزعران. أمرك ستي، لا تاكلي هم بالمرة، صار لازم امشي. انتبه على كنتنا ليلى ووصل لها سلامي. بيوصل ستي. عدنان، عدنان، بتشكرك كثير على اللي عملته، لولاك كان هلا علي صار بالسجن. العفو مرت عمي، انت لا تحملي هم، القصه صار بيناتنا. وين بيكون هلا؟ بس ما يسلم حاله للشرطه. والله بعدت رجال ليدوروا عليه، ان شاء الله منلاقيه باسرع وقت. يلا بخاطرك. الله معك. استعجل لك شوي، طول بالك. اي صح، برافو. المصاري مثل ما اتفقنا. ممتاز. هدول الاصليين؟ اي لكان. يلا بخاطرك. الله معك. لازم تساعدينا خالي فاطمة، زهرة لازم تعمل عملية، جسمه ممكن ما يتحمل الولادة أبدا. إذا حدا منهم عرف إنه زهرة هلأ حامل، ما بقى تطلق أبدا، لازم ننزل هالجنين فورا. حياة بنتي واقفة عليك خالي فاطمة، الله يخليك ساعدينا. صدقني ما كنت متوقعة إنك تطلب إيدي يا أغا. شرف كتير كبير إن يكون فرد من عيلة أصيلة مثل عيلتكن. بس الأهم من كل هاد، كون زوجة لشخص مثل حضرتك. بيسعدني كون الزوجة اللي أنت اخترتها. أنا ما اخترتك، ستي اختارتك. أنا عم نفذ اللي طلبته مني ستي لورين، مو أكتر. خلصنا. ليكي ليلى، مبين إنك ذكية وبتفهمي. إذا رح تستني مني حب أو اهتمام وتقلبي خلقتك فيني من بعد الزواج، من هلا لا تدخلي بهي القصة، لأنه أنا ما بحبك ولا تستني مني هالشي. بس أنا بحبك يا آغا، ومع الوقت رح تحبني. وبكل مرة بتتطلع فيها بوشي وبعيوني، رح تشوف قدامك زوجة وفية وصديقة لآخر يوم بعمرها.
مصلحتك أهم وأغلى عندي من أي شيء، ورح أستنى لآخر يوم بعمري اليوم اللي رح تحبني فيه. لا تحلمي بشي ما بيتحقق، تندمي. لورين خانم، زهرة أبداً مانا منيحة، من الصبح عم ترجف كأنها قاعدة على قالب تلج خطي، من الاستفراغ رح تطلع روحها، وشها أصفر مثل الليمونة، ما يكون عندها شي مرض خطير لا سمح الله. من وين بده يجيها هذا المرض هلأ؟ عم تعمل هيك كرمال تهرب من الشغل. المصايب ما عم بتروح من فوق راسنا أبداً. أحكم مع الدكتورة غانم وإلا بكرة رح نجيب زهرة كرمال العملية، وبلا ما نبتلي بشي قصة بعدين كمان. ليش ما اتصلوا لهلأ؟ يا ترى فاطمة تراجعت وخافت تحكي مع ستك لورين يعني؟ لا تقولي هيك، أكيد عم تحاول تقنع. ماني مطمنة. ألو؟ نعم غانم بيك. طيب بكرة أنا عم استنى حضرتكم بالمستشفى. وانت بخير؟ خلاص بكرة رح يجيبوها؟ ايه الحمد والشكر لك يا ربي. شكرا كتير زينب. العفو. يلا زهرة لازم نرجع نفحصك على الإيكو. تعالي. هدول شو عم يعملوا بالمستشفى؟ بالأصل مين اللي خبرون إنه زهرة رح تعمل عملية؟ خير إن شاء الله. أنتوا شو جابكن لهون؟ شان زهرة. ما في لزوم للخوف أبدا زهرة، فحص طبيعي وبس. زهرة حبيبتي لا تخافي، لأني أنا رح ضل جنبك. هاد فحص عادي يا روحي، ما رح تحسي بشي وما رح تتوجعي أبدا.